بناء على التعاون القائم بين وزارة التربية وجمعية الحقوقيين الكويتية تم تنظيم ندوات قانونية وتثقيفية لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية في المدارس، ومن ضمن تلك المحاضرات تناولت الجمعية موضوع الجريمة الإلكترونية وذلك ضمن دور الجمعية في التثقيف المجتمعي. وعشان نتكلم أكثر حول هذه المحاضرات نرحب معكم مشاهدينا بالأستاذ عذاري الفرج، عضو جمعية الحقوقيين الكويتية. صباح عليك بالخير أستاذ عذاري، ونورتينا اليوم بالسلام. يا هلا، صباح النور، وشاكرة تعاونكم واستضافتكم الطيبة، خصوصا بهالأيام اللي يعني تعتبر من السنة أيام مميزة من الناحية الوطنية والناحية التعليمية، بداية الفصل الدراسي الثاني والأعياد الوطنية. وإحنا دائماً هالفترة ينشط يعني الجانب الاجتماعي أو الثقافي في الجمعية، خصوصاً في المؤسسات التربوية. صح. بشكل عام. أستاذ عذاري، بالبداية لو بس نوضح للمشاهدين دور جمعية الحقوقيين الكويتية، يعني شنو، هل فيها فرق بين جمعية الحقوق والجمعية المحامين وكلها؟ شنو تخصصكم في الجمعية؟ بالنسبة لجمعية الحقوقيين الكويتية، هي تعتبر من مؤسسات المجتمع المدني، أشهرت بقرار من وزارة الشؤون بسنة 2014، يعني تعتبر حديثة. المنتسبين للجمعية حقوقيين من خريجين القانون، وطبعا العضوية عندنا أكثر من نوع. عندنا العضو العامل اللي هو يكون كويتي الجنسية بلغ 21 سنة ويكون من حملة مؤهل القانون، طبعا من الليسانس إلى الدكتوراه. وفي العضو المنتسب اللي هو يكون من حملة دبلوم القانون وأكمل 21 سنة، أو المقيمين في دولة الكويت لكن كذلك من حملة ليسانس القانون. وفي حقوق المستقبل اللي هما طلبة الحقوق، هذه عضوية مختلفة عن العضوتين اللي ذكرتهم، اللي هما طلبة كلية الحقوق سواء في الجامعات الخاصة اللي هي يعني بالكويت في جامعة واحدة، أو جامعة الكويت كلية الحقوق، لاحق الانتساب للجمعية تحت مسمى حقوق المستقبل، من أجل تنمية مهاراته حق قدام، يعني خلال وهو طالب يطلع ويحتك في خريجين القانون من مختلف الخبرات ومن مختلف المجالات. طبعا أغلبنا تقريبا من يعني حملة القانون اللي يعملون في الحكومة، وبعضنا في القطاع الخاص، أو بعضنا كذلك المحامين. صح. ولكن يقتصر المسمى أو الشهادة على شهادة الحقوق أو ما تسمى بالقانون. إنزين، خلينا نتكلم شنو أهمية إقامة الدورات يعني تثقيفية قانونية لطلبة المدارس؟ طبعا القانون كفكرة عامة في المجتمع إنه شيء شوية مخيف، أو إن الناس أغلبها تفهمه عقوبة، لكن هو له جانب حماية وجانب توعوي. فليش ننطر مثل ما يقولون الخطأ أو الجريمة أو الخطر يقع عشان نفهم لجال ونعرف القانون إن ترى أنت سويته غلط؟ لكن هو له جانب اجتماعي وإنساني في البداية، اللي هو شنو، التوعية أو الحماية. فهذا هو الهدف يمكن من الحملة اللي تقريبا استمرت 3 سنين، وما شاء الله يعني يمكن في البداية اللي هي تقريبا من أول العام كانت المدارس يمكن 2-3، لا بدأ سنة عن سنة يكثر عدد المدارس اللي نطلع لها، وفي مدارس من نفسها قامت هي تتوجه لنا ونقول لها نسقوا مع إدارة الإعلام التربوي والعلاقات العامة بوزارة التربية. طبعا هم لهم دور، يعني أشكرهم صراحة، وزارة التربية، إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي في التنظيم، يدزولنا الجداول المرتبة، ينسقولنا كل شيء، التغطية، والروح بناء على التنسيق المسبق معهم، لأن ما نقدر نطلع أي مكان أو نحاضر بأي شيء إلا بإذن مسبق من الوزارة، وندز طبعا محتوى المحاضرة والفئات اللي نحب نقعد إحنا معهم، لأن هي مو بس أسلوب محاضرة، أسلوب حواري، أسلوب نقاشي، لأن الجيل الحين أي فئة؟ صح. إحنا الحين اتجهنا حاليا ثانوية. الثانوية. ليش الحين محاضراتكم بس قاعد تكون على اللي طلبة المدارس؟ وش معنى يعني خصصتوا هذه الفئة بالذات مو حق أكبر؟ يمكن أول محاضرة احنا قدمناها خلطنا بين العنف والجريمة الإلكترونية، لقينا التوجه في الأسئلة أكثر شيء على جريمة إلكترونية. وقبل 2 كان تو القانون حديث، لأنه صدر ب 2015 قانون جرائم تقنية المعلومات الكويتي، فهو اصلا قانون حديث في المجتمع ككل. فنبدا من الفئه اللي تتعامل في التكنولوجيا اكثر شيء، الابتدائي والمتوسط
ما عندهم الوسائل اللي عندهم موجودة في طالب الثانوية. طالب الثانوية خلاص يبدأ يستقل شوية في الجانب هذا، خصوصا أن الرقابة تكون فيه أصعب. صح. مو نفس الصغير اللي تكون رقابته تحت يعني متولي الرعاية سواء كانوا والدينه أو غيرهم. لكن بالنسبة حق الثانوي لا، عند استقلالية أكثر. نبي نتكلم عن الأخطاء اللي يرتكبونها الطلبة، شنو هي الجرائم الإلكترونية؟ اللي لمسنا أكثر شيء الصداقات اللي ممكن تأثر في السلوك، أو إنها ممكن مثل ما يقولون تنقلب، كانوا ربع وانقلبوا صاروا أعداء. ممكن يكونون مثلا واحد يعرف الباسورد حق الثاني، وهذه فعلا أنا لمست هذه القضية مرت، إن في طالب كان زميله يعرف الباسورد مال حسابه، فخذ الحساب ودخل على حساب ثاني وكتب كلام واتهم الطالب الأول اللي على طالبه، أي لأن رفيجة وهذاك حسن نية. وهني تجي المشكلة، إن التوعية في إن متى نستخدم حسن النية ومتى نستخدم الحذر في العلاقات، بحيث إنها ما ترتب وتدخلني في متاهة مشاكل، مشكلة أو ممكن يترتب عليها جريمة. أستاذ عذاري، أنتم الحين قاعد تركزون على الجرائم الإلكترونية وقاعد توجهون محاضراتكم أغلبها لطلبة الثانوية. زين، أنتم الحين لما تلامسون هذه الفئة وتكلمونهم يعني كلمة جرائم إلكترونية، ومثل ما تفضلت يعني الحين بهالعمر ما يبي يقعد يشوف محاضر ويتكلم وسلايد شو وهالأمور هذه كلها، طريقة محاضراتكم معاهم شلون أنتم توصلوا لهم مفهوم الجريمة الإلكترونية بطريقة مبسطة بحيث أنهم يكونون أكثر؟ هي نفس ما قلت لك، نبدأ فيهم بحوار أسئلة ويرد علينا، ندخل من جانب القصص، ندخل من جانب تجارب شخصية، نسألهم شنو مفهوم هذا، ونلقى لأن إحنا قاعدين نستفيد. يعني أقدر أنا أحدد المحاضرة اللي بعدها شنو أركز عليه من المحاضرة اللي قبلها، من الأسئلة اللي تي ومن المستوى اللي يعطيني الطالب. لما أسأل أقول له شنو يعني كلمة قانون، يعني مستوى إدراكه قصدش؟ أي مستوى إدراكهم ومستوى مفهومه. شلون يتم اختراق الموقع؟ منو اللي يقول هاكر؟ يعني منو الهاكرز؟ شنو ممكن يكون؟ وين ممكن يكون؟ داخل برا الكويت يعني. فهذه هي الطريقة. وبعدين يعني اللي لاحظته إن عندهم في بعضهم عندهم شفافية وجرأة أن يتكلمون عن تجربة، أي ويسأل سؤال بيني وبينه غريب، بس إنه يفتح لك أشياء إحنا ما ندري عنها. يعني هم ما شاء الله قاعد يتطورون بسرعة، أسرع من الأجيال اللي قبلهم. فعشان إحنا نقدر نماشيهم لازم إحنا نسرع، وبنفس الوقت ننزل معاهم، ننزل ونصعد. يعني مو ما ندخل عليهم على طول مادة رقم كذا، مادة رقم كذا، عقوبة كذا، ما يفهمونها كذي، لازم تصير فيه تبسيط. صح. والتبسيط هذا يكون من خلال الحوار. ليش قاعد تزيد الجرائم الإلكترونية؟ سهولة، ما تحتاج إلى قوة جسدية. يعني الجريمة معروفة، المجرم إحنا ذهننا لما تقول مجرم شو تتخيل؟ واحد ممكن أليف. لكن هذا المجرم الإلكتروني يتميز إنه بشنو؟ ذكي اجتماعي، لا علاقات، طيب، ممكن يكون شخصيته يعني محبوبة، ما تحتاج مجهود بدني ولا يحتاج عنف جسدي فيها، فسهلة، متاحة في كل وقت. احنا قبل ندري الحرامي بالليل، الحين لا، ممكن يكون نص النهار. لأن شنو؟ بأي مكان وبأي وقت وبأي توقيت يقدر يستخدم الجهاز، وكل مالها الأجهزة وتصغر. يعني كل مالها وتصير بسيطة وتصير بيدك. عشان كذي من ذكاء المشرع الكويتي سماه شنو؟ مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ما حددها جهاز شبكة أو وسائل من وسائل تقنيات المعلومات. إنزين، الجريمة أو شيء شنو الجريمة اللي تكون هي تندرج تحت الجريمة الإلكترونية؟ وهل في كلمات معينة أو تصرفات ممكن تقولين عنها إن هذه تعتبر جريمة إلكترونية ولا؟ طبقا لقانون رقم 63 سنة 2015 اللي هو قانون تقنية المعلومات، جرائم تقنية المعلومات، صنفها وذكر التنصت على سبيل يعني على سبيل المثال التنصت، الاحتيال، تزوير اللي هو التلاعب في المستندات. وملاحظ في ان كل ما صعد او كل ما تدخلت الفعل هذا اللي يعتبر جريمه في المساس بكرامه الانسان او سمعته تعلى معاه العقوبه. كذلك المستندات الرسميه مثل التقارير الطبيه والشيكات والتقارير الماليه، اذا مستها
تصعد معها العقوبة والغرامة. انزين هل تشوفين في استجواب يعني الطلبة قاعد ياخذ بعين الاعتبار على القوانين وال والله هو الاستجابة حلوة، يعني أنا قاعد أقول إن قاعد نتعلم إحنا منهم، يعني نتعلم أشياء. يعني في مرة قاعد نسولف على السناب شات أقول لا في برنامج يصور بدون لا تشوفون، يعني تسمعون أشياء يعني نلقى عندهم شغلات إحنا ما نعرفها، وبعدين أهما ما عندهم فكرة شنو حدث. يعني ندخل إحنا ندخل من قانون نطلع من لقانون ثاني، يعني لما نتكلم شنو قانون الأحداث، منو الأحداث، شنو يترتب عليها، منو ينضر، والدينك ينضرون ترتب عليهم مثلا تعويضات حق الشخص اللي تضرر. نوسع يعني نوسع الإدراك اللي عندهم، ونوسع الفكر عندهم، إنه بحيث إنه ما يفكر بنفسه بس. زين الحين ما شاء الله أنت قاعد تقولين أستاذة عذاري إن هذه الحملة يعني على يعني طول 3 سنين اللي طافت، وكل ما هو توسع والحمد لله قاعد يكون عندكم يعني أكسس أكثر حق المدارس وحق الطلبة. زين قاعد توعونهم اللي هم يعتبرون أكثر شريحة قاعد يستخدمون أو موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي. صح. ومثل ما شفنا يمكن قبل أحد المشاكل مع الجرائم الإلكترونية لما يشوفون منه صاحب الأكاونت يكتشفون مثل ما قلت حضرتك حدث أو مراهق. زين ليش قاعد تزيد مع إن أنتم هني ما شاء الله يعني صارين أكتف بهالموضوع؟ سبب زيادة الجرائم الإلكترونية ومع وجودها في وعي ما أدري اللي نعرفه إحنا بالقانون إن قد ما يتطور المجرم يتطور مع القانون. يعني الذكاء هذا يسكرون شغلة يحلون مشكلة يطلع لها باب جديد. فأتوقع إن هم بعد يعني التعاون كدولة كلها كامل يعني داخلية الحين التربية متعاونة معانا وقاعد نوسع. يعني في بعض الثانويات تطلبوا محاضرات توعوية للمعلمين نفسهم، وقدمنا فترة العام في ابتدائي مسؤولية المعلم مع الطالب ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني ما ركزنا بس على يعني مو بس على الجانب بالجرائم الإلكترونية بحكم أن تجمعين حقوقية، يعني ندواتنا أو محاضراتنا مفتوحة لكل فئات المجتمع، مواضيع غير دشيتوا على الجامعات. الجامعة إن شاء الله في الشهر الجاي أو شهر 4 راح يكون في محاضرة أو نفس الطريقة ورشة، وراح يكون حق تخصص الحاسب الآلي. زين الورشة كل شهر أنتوا قاعد تسوون ورشة صح؟ تقريبا إحنا كل أسبوع الحين المدارس، لأن ما شاء الله كم منطقة تعليمية وكل منطقة تعليمية فيها. زين يعطيكم العافية يا أستاذة عذاري الفرج، عضو جمعية الحقوقيين الكويتية. شكرا لكم على يعني هذه المعلومات والتثقيفية اللي حق الطلبة. صحيح. لازم الواحد يعرف القانون، مو يمسك الجهاز وبس ما يدري شو اللي قاعد يسوي. صح ولا لا؟ كل الشكر لك ويعطيك العافية. حياك الله.